بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم في قناة ميليتري إنسكوب. ليه أمريكا وحلف الناتو عندهم قلق شديد من نظام S-500 الروسي الجديد؟ تابعونا للآخر علشان تعرفوا معلومات مهمة جدا عن S-500 واعملوا لايك لدعمنا للاستمرار، واكتبوا لي إيه أكتر سلاح حابين نعمل عنه حلقة، وإن شاء الله أجمع عنه معلومات وأعمل عنه حلقة ونبدأ على بركة الله. بعد نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 اللي عمل قلق كبير للدول الغربية، ابتكر الروس نظاما أقوى وهو نظام S-500 اللي بيقولوا عنه الروس انه يقدر على تدمير طائرات الجيل الخامس والأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. هذه المنظومة من صناعة شركة ألماز أنتي وتم تصنيعها في عام 2019، والمخطط ان المنظومة تدخل الخدمة في الجيش الروسي في عام 2020 الماضي. وبتستعد روسيا لوضع نظام الدفاع الجوي والصاروخ الجديد S-500 في حالة تأهب قتالي، وهيتسلم للجيش الروسي اول انظمة S-500 التي يطلق عليها بريمتيوث هذا العام. وعلى فكرة اسمه بروميسيوس ده اله النار في الاساطير اليونانية، وطبعا سبحان الله وحده لا شريك له. قائد قوات الدفاع الصاروخي في القوات الجوية الروسية جنرال سيرجي باباكوف قال من أسبوع لصحيفة كراسنايا المملوكة لوزارة الدفاع الروسي إن جميع اختبارات نظام S-500 قد اكتملت، وبتقول روسيا إنه من ضمن مميزات منظومة S-500 القدرة على تدمير الصواريخ البالستية العابرة للقارات وتدمير صواريخ الكروز اللي بتفوق سرعتها سرعة الصوت واللي بتحمل طاقة حركية هائلة، بالإضافة لضرب الطائرات الشبحية والأقمار الصناعية زي ما قلنا في أول الحلقة. عزيزي المشاهد، كان الأول بيتم مقارنة منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 بمنظومة باتريوت أو بمنظومة ثاد الأمريكية، وممكن نقارن بين المنظومات دي في حلقة أخرى. لكن بالنسبة لS-500 فهو نظام دفاع جوي لا يوجد له مثيل، لأنه فئة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي على مستوى العالم، ولا يمكن مقارنته بأي منظومة حالية. في مهندس روسي في شركة التصنيع لS-500 قال إن المنظومة بتعتبر ضربة ضد الهيبة الأمريكية، ونظامنا يقصد نظام S-500 يعترض الأسلحة الهجومية الأمريكية ويتفوق على جميع الأنظمة الأمريكية المضادة للطائرات والصواريخ. من المتوقع عزيزي المشاهد أن يصل مدى S-500 إلى 600 كيلومتر، وده يعتبر تحسن بمقدار 200 كيلومتر عن النظام الدفاع الجوي السابق S-400، وسيكون للنظام القدرة على تدمير الأهداف البالستية والفرط صوتية، ويمكن لصواريخه الاعتراضية العمل على ارتفاع أعلى من 185 كيلومتر. وفي الاختبارات السابقة اللي اتعملت على منظومة S-500 اتقال ان S-500 قد اصابت صواريخه هدف من مدى 480 كيلومتر، وده يعتبر عزيزي المشاهد اطول مدى تستطيع فيه منظومة دفاع جوي تدمير هدف. ويقال ان وقت استجابة النظام حوالي 3 الى 4 ثواني، اي اقل من النصف مقارنة بنظام S-400 الذي تبلغ استجابته حوالي من 9 إلى 10 ثواني. يستطيع S-400 التعامل مع هدف يتحرك بسرعة قصوى تصل إلى 4.8 كيلومتر في الثانية الواحدة، لكن منظومة S-500 تستطيع التعامل مع هدف يتحرك بسرعة 7 كيلومتر في الثانية الواحدة. عدد الأهداف التي يستطيع الاشتباك معها S-400 هي 6 أهداف في وقت واحد، لكن منظومة S-500 تستطيع الاشتباك مع 10 أهداف في وقت واحد. وقال موقع أفيابرو الروسي المتخصص في الشؤون العسكرية إن سعر نظام واحد من S-500 سيكون حوالي من 700 إلى 800 مليون دولار، وهو أكثر تكلفة بقليل من أنظمة الدفاع الجوي الروسي S-400 تريوم. ومع ذلك في نفس الوقت منظومة S-500 أرخص بكتير من أنظمة الدفاع الصاروخية الأمريكية ثاد،
اللي بيوصل ثمنها لحوالي 3 مليارات دولار. تعالوا نعرف تكوين منظومة S-500. بتتكون منظومة S-500 من مركز قيادة قتالي مع نظام تحكم آلي وكمان مجمع راداري بما في ذلك رادار متعدد الوظائف و12 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات مثبتة على شاحنة روسية أو بيلاروسية. وفقا للتخطيطات الأولى لشركة ألماز أنتي عام 2015 تم تجهيز المركبة تيل الخاصة بالإس 500 بعدد 2 أنبوب إطلاق حاويتين للنقل مثبتين في الجزء الخلفي من هيكل الشاحنة في وضع الإطلاق. يتم إنزال رافعين هيدروليك على الأرض على كل جانب من هيكل الشاحنة، ويتم وضع حاويات الصواريخ بشكل رأسي في الجانب الخلفي. تعالوا نتكلم عن الصواريخ اللي بيستخدمها نظام إس 500. يقال ان صاروخ اس 500 الرئيسي هو 40N6M بطول 30 قدم يعني تقريبا 9 متر، يعمل بالوقود الصلب على مرحلتين وقادر على الوصول الى سرعات 9 ماخ يعني تقريبا 10000 كيلومتر في الساعة، وله رأس حربي متفجر بمدى يصل الى 500 كيلومتر ودقة 95%. أما لاعتراض الصواريخ الباليستية والأقمار الصناعية هتستخدم منظومة S-500 نوعين من الصواريخ الجديدة هم 77N6N و 77N6N1، وهذه أول صواريخ روسية الصنع برؤوس حربية خاملة تعرف بصواريخ القتل الحركية، وتستطيع هذه الصواريخ أن تدمر الرؤوس الحربية النووية فقط بقوة التأثير، وتستطيع أن تضرب أهدافها التي تسير بسرعة 7 كيلو متر في الثانية. والصاروخين دول يقدروا يدمروا الصواريخ الباليستية على ارتفاع حوالي 200 كيلو متر، وده هيقلل بشكل كبير من تأثير حطامها. على فكرة الاختبار اللي تم فيه إصابة إس 500 لهدف على مسافة قياسية وصلت 480 كيلو متر تم استخدام صاروخ من الصاروخين اللي قلنا عليهم. خلي بالك من حاجة، مش معنى إنتاج روسيا لمنظومة إس 500 يبقى كده روسيا بتستغنى عن منظومة S-400، بدليل موقع ناشونال انترست الأمريكي بيقول إن روسيا هدفها أن تكون منظومة S-500 مكملة لمنظومة S-400 وليست بديلة عنها، مما يعني الاستمرار بالتسويق واستخدام منظومة الصواريخ S-400. من الواضح كده إن أمريكا سابقة روسيا بخطوة في سلاح الجو، لكن روسيا سابقة أمريكا بخطوتين في سلاح الدفاع الجوي. حلقتنا انتهت، ما تنسوش تجاوبوني على اول سؤال في الحلقة، واتمنى تكونوا استفدتوا النهاردة. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. سلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.